واسناد لشرط الكابتن محمد صلاح. وفي نفس الوقت برضه كان في تصريح كابتن محمد بركات قال ان في نوعيه لعيبه من كابتن حسام يعني ايه مش بيفضلها تكون في المنتخب، اللي هي بتعمل مثلا بديل او بتنادي الجمهور، ان هي بتتبع الازاد او كده. يعني مش عايزين اسماء، فعايزين برضه حضرتك توضح لنا الاسماء دي او النقطه دي، وهل الناس دي مثلا بيبقى استبعادها او خروجها من حساباتك مؤقت ساعه الازمه، ولا بيبقى في موقف معاها لا الناس ديت مش معايا لغايه ما يعني ايه ما تبعد عن النقطه دي خالص او المساحه دي خالص يعني. طيب يعني هو سؤالك جزئين، الجزء الاول خاص بشرط الكابتن. اولا شرط الكابتن السبب الرئيسي اللي انا خلاني افكر في حته شرط الكابتن دي، خليني اتكلم بمنتهى الوضوح، ان لو اتكلمنا على عناصر الخبره اللي موجوده في منتخب مصر، يعني بنتكلم على اسماء بقالها فتره طويله جدا مع منتخب مصر، لكن في الفترة الأخيرة الأسماء دي ممكن كانت تبقى موجودة في بعض الأحيان، مش موجودة في بعض الأحيان. اتكلمنا على اسم زي أحمد فتحي، وأنا قلت إن الباب مفتوح، وارد جدا إن أحمد فتحي يبقى موجود في الفترة الجاية، لكن عشان الناس قالت طبعا سابته عشان قصة خالص 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 خالص. يعني أنا مفيش لعيب هستفيد بيه لمنتخب مصر هيبقى ليه يعني معايا أي حسابات أخرى. الحسابات الأخرى أو الحاجة الوحيدة ان هو طبعا تبقى تعليمات المدير الفني دي يعني حاجه مقدسه، وانا دايما تعليماتي عمرها ما بتكون لمصلحتي. انا تعليماتي طول عمري في شغلي لمصلحه المكان اللي انا موجود فيه، يعني عمري ما ببص للمصلحه الشخصيه، عمري ما ببص ان انا اللاعب اللي اجيبه يبقى مطيع ليا انا بس، لا ده مطيع ليا ومطيع للمكان، مطيع لسياستي ولسياسه المكان. انا بحب نوعيه اللعيبه دي اللي هي بتقدر المكان اللي هي موجوده فيه، فبالتالي انا ماليش اي حسابات مع اي لاعب. لكن الفتره الاخيره انا بقول الخبرات اللي كانت موجوده في منتخب مصر بحساباتي كده قعدت مع نفسي، ممكن في حته اللعب العناصر الخبره دي تبقى موجوده بشكل مستمر وبشكل مستقر، لقيت لا، يعني معظم اللعيبه الخبرات ممكن ما تبقاش بشكل مستقر ومستمر. فبالتالي انا عاوز استقرار، عاوز كابتن منتخب مصر ده يبقى موجود على طول، وفي نفس الوقت ما يبقاش كل شويه بتكلم مع واحد في السياسه اللي احنا عاوزينها والنظام اللي احنا عاوزينه والوضع، لان اكيد بيبقى في حوار بيني وبين الكابتن ده بشكل منفصل. يعني اذا كان برضو ارائي وفكري بشكل في جماعيه، لكن في خصوصيات بتبقى بينه وبين الكابتن في حاجات كتيره جدا ببقى انا عاوزها في النظام وفي الالتزام وفي التاهيل نفسه، في التاهيل نفسه للعيبه ومتابعه اللعيبه والاتصال باللعيبه. فلقيت ان انا كل فتره ممكن يبقى في كابتن مختلف، فبالتالي دي مش مطلوبه لمنتخب مصر. يعني مش عاوز اقول اسماء، احنا شفنا فتره عبد الله سعيد كان مصاب ومش موجود ومش موجوده، شفنا فتره احمد فتحي مش موجوده، دي بتكلم على الاسماء اللي هي ممكن تبقى الكباتن وهم اقدم ناس. عايز كابتن يبقى ثابت على طول. فبالتالي انا اما قعدت بصيت كده لا كابتن يبقى ثابت. وفي نفس الوقت جت بقى الظروف كمان ان الكابتن كمان اللي موجود قيمته كبيره، اسمه كبير، كل الحسابات بتقول ان هو يعني يبقى فيه تواجد بشكل فيه ثبات، سواء في القايمة أو سواء داخل الملعب. فبالتالي ده اللي أنا كنت ببص له، فكل الظروف منطبقة على محمد صلاح. يعني كل محمد صلاح يبقى كابتن المنتخب على طول حتى لو حالة انضمام لعيبة أكبر منه؟ لا هو كابتن منتخب خلاص دلوقتي، وأنا اتكلمت مع اللعيبة كلها، هو كابتن منتخب مصر حتى لو في لعيبة لعيبة لا، لو صلاح مش موجود في الملعب بقى في اللي أدمية بس. لو عبد الله سعيد انضم كابتن برضه صلاح يبقى خلاص صلاح كابتن المنتخب. وانا وضحت قلت الكلام ده، قلت انا اتكلمت مع عبد الله السعيد، اتكلمت مع حجازي، اتكلمت مع النني، اتكلمت معاهم. هم تقبلوا الفكره، تقبلوا الموضوع، تقبلوه كابتن وعمرو السوليه وعمرو السوليه وتقبلوها عادي بسهوله؟ طبعا تقبلوها طبعا.